طيب بعد كده هوت عايزين نقول ان البيتا كيتو اسيدز ار ذا ليست ستيبل تايب اوف كيتو اسيدز. يعني لو عندنا اسيد فيه كل انواع الكربوكسيليك اسيدز الفا وبيتا وجاما، بيبقى البيتا كربوكسيل جروب بتبقى احسن واحده ممكن يحصل لها اوتوماتيك دي كربوكسيليشن. طيب تعالوا بقى نخش على الخطوات بالتفصيل. شمر كده وخد نفس عميق جدا وركز معايا. فيرست ستيب، الاستايل كو اي مع الاوكسالو اسيتيل بتدينا سيتريك اسيد باستخدام انزيم شهير جدا اسمه سيتريت سينثيز. الرياكشن ده ايريفرسيبل. ناس تقول لي ليه ايريفرسيبل؟ هقول لهم بكل بساطه لان اللي بيبني حاجه بيبقى صعب عليه جدا انه يشوفها بتتكسر قدامه، فعمليه تصنيع سيتريك اسيد ديت غاليه جدا على البادي. ما ينفعش ان الانزيم يكون ريفرسيبل ويرجع يكسر السيتريك اسيد تاني الى اوكسالو اسيتيت واستايل كو اي. طيب السكند ستيب والثيرد ستيب ايه؟ دلوقتي احنا عندنا مولكيول اوف سيتريك اسيد. المولكيول ده احنا عايزين نطلع منه طاقه باي شكل من الاشكال، بس احنا ما عندناش وسائل لخروج الطاقه غير اتنين كو انزيمز اللي هما الناد والفاد. الناد بيقدر يشتغل بان هو يلاقي كربون اتوم عليها او اتش و اتش، يروح شايل الاتنين اتشز دولت وعامل لي كربونايل جروب. الفاد ما بيعرفش يشتغل الا لما يلاقي تو ادجيسنت كربون اتومز كل واحده عليها اتش اتوم، فياخد من ديت الاتش بتاعتها وديت الاتش بتاعتها ويعمل بين الكربون والكربون دبل بوند. طيب لو بصينا على سيتريك اسيد مش هنلاقي فيه اي طريقه ممكن الناد والفاد يشتغلوا بيها عليه، فبيعمل ايه؟ سبحانك يا رب. الجسم بيتغلب على الحكايه ديت بان هو عنده انزيم اسمه اكونيتيز. هنعرف اسمه جه منين دلوقتي. الاكونيتيز ده وظيفته في الحياه انه يشيل جزيء ووتر من السيتريك اسيد ويحطه تاني. ازاي؟ هو دلوقتي الاو اتش على الكربون اللي في النص في السيتريك اسيد، هو يروح شايل الاو اتش ديت من الكربون دي والو اتش من الكربون اللي جنبها كده، هو شايل الووتر ويروح حاططهم تاني، فيغير مكان الاو اتش من الكربون اللي في النص الى الكربون التانية، يا اما اللي جنبها من الناحية دي يا اما اللي جنبها من الناحية دي، ويحول السيتريك اسيد في الاول الى انترميديت في دبل بوند اسمه سيس اكونيتيك اسيد، وده هو سبب اسم تسمية الانزيم. وبعد كده هو بعد ما نضيف المية تاني يبقى الاسم بتاعي ايزو سيتريك اسيد اللي هو اخو السيتريك اسيد في الرضاعة. المولكيول بتاع السيتريك اسيد ده غبي، ما بنعرفش منه نطلع اتشز مع الناد. الايزو سيتريك اسيد ده ذكي، نقدر ان احنا بكل بساطة عندنا سي عليها او اتش و اتش، النادي يقولك بس اشتغل على ده، عندي او اتش و اتش، اخد الاتش من هنا والاتش من هنا هوت واعمل كربونايل جروب بتاعتي واحول الايزو سيتريك اسيد في الخطوه اللي بعدها نمره 4 الى مركب اسمه اوكسالو ساكسينيك اسيد. طيب الاوكسالو ساكسينيك اسيد ده بيتكون بحاجه طبعا زي ما عارفين اسمها